خمس ألوان خمس أجهزة، جمال فول يخبل رياضي شبابي روعة. بعدين نسولف على الأجهزة، أكيد بعدين نشوف السعر وبعدين نشوف الكفر. عش بقى خلينا نشوف الكفر أخوان. هذا كفر رياضي كلش حلو، طبعا الظهر ينفتح، مضبب ماك سيف قوي، حماية كلش كبيرة للجهاز، والفريم يجي بعدين. خلينا نشوفه على الجهاز، خليكم وياي. بعد جمال رياضي فول، حماية كلش عالية، وأكو عبرة إذا نلاحظ يعبر فوق الشاشة، صح مو عبرة كبيرة بس عبرة على الشاشة، ومات ما يترك بصمة. وهذا أول لون مثل ما نلاحظ ضاع الشغل. هذا اللون الثاني خلينا نشوفه على الجهاز. هذا هو حبايبي، إن شاء الله واضح عندنا بالتصوير، شغله كلش فيك. وهذا اللون الثالث خلينا نشوفه على الجهاز. هذا هو حبايب، إن شاء الله مبين عندنا وواضح. اوكي توفر باللون الاسود الساده، طبعا اطرافه جيلاتين. هذا هو حبايب، ان شاء الله مبين. وهذا اللون الخامس، فول رياضي، ان شاء الله مبين. خمس الوان، شنو الاجهزه؟ 12 برو ماكس، 13 برو ماكس، 14 برو ماكس، 15 برو ماكس. والله عبالي بالبدايه خمس اجهزه، اربع اجهزه. حيكون سعر 10000 دينار، وان شاء الله عندي توصيل كل العراق اربع بغداد، استمع محافظات طلبوا الاستفسار راسهم تدللون. تحياتي لكم، انا اخوكم حسين اتشاندج. والله العظيم عبالي خمس اجهزه.